التربية الإيمانية كيف نبني أسسها وعلى أي قوائم تعتمد؟ التربية الصحيحة أساسها العقيدة أولا ثم السلوك. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. والمدرسة قبل البيت أو بعد البيت، والمعاهد تربي النشأة على هدي الدين، وهدي الدين هو أحسن تخطيط وضعه الله سبحانه وتعالى لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى لآدم حين أهبطه إلى الأرض ليحقق الخلافة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا بد أن تكون التربية الصحيحة على أساس هذا المنهج الذي وضعه رب العزة سبحانه وتعالى. والله أعلم.